الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدلاهم من فضل علي على الصديق وعمر، قد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد والجماعة في سوريا، والباطنية الذي في سوريا، والباطنية الذي في إيران، والباطنية في الهند، هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، هم كفر هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أن السنة حل لهم.